أما بعد، فإننا أيها المسلمون في شهر رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم التي قال الله فيها: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والتي حرم الله تعالى فيها القتال إلا مدافعة عن النفس. هذه الأشهر التي أحدها رجب ليست مخصوصة بشيء معين من العبادات إلا شهر المحرم فإن فيه فضلا في صيامه، وشهر ذي الحجة فإن فيه أداء النسك. أما رجب فإنه لم يرد في تخصيصه بصيام ولا قيام، لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في رجب أو في فضل الصيام في رجب كلها أحاديث ضعيفة جدا، بل قد قال بعض العلماء إنها موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لأحد أن يعتمد على هذه الأحاديث الضعيفة، بل التي قيل إنها موضوعة لا يحل لأحد أن يعتمد عليها فيخص رجب بصيام أو صلاة، لا، لأن ذلك بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولقد سمعت أن بعض الإخوة الوافدين إلى بلادنا صاموا يوم أمس لأنه أول يوم من رجب، وهؤلاء قد يكونون معذورين لكون هذا معروفا عندهم في بلادهم، ولكنني أقول لهم إن هذا بدعة، وإنه لا يجوز لأحد أن يخصص زمانا أو مكانا بعبادة لم يخصصها الله ورسوله بها، لأننا نحن متعبدون بشريعة الله لا بأهوائنا ولا بميولنا وعواطفنا. إن الواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، نفعل ما أمر الله به ونترك ما نهى الله عنه، ولا نشرع لأنفسنا عبادات لم يشرعها الله ورسوله. إنني أقول لهم مبينا الحق إن شهر رجب ليس له صلاة تخصه، لا في أول ليلة جمعة منه، وليس له صيام يخصه في أول يوم منه، ولا في بقية الأيام، وإنما هو كباقي الشهور فيما يتعلق بالعبادات، وإن كان هو أحد الأشهر الأربعة الحرم. وأمثل ما قيل فيه من الأحاديث الضعيفة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا دخل شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولكن هذا أيها الإخوة، واسمعوا ما أقول، هذا حديث ضعيف منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء، لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قلته لكم لأنه يوجد في بعض أحاديث الوعظ يوجد هذا الحديث فيها، ولكنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.